خفيف والحالي مش عارف كيف قلت بنزل مرتي وبنزل ودني بيفلت عالرصيف قلو انك جاي لتقلو ورجعنا لكم ببرنامج وين الصح وهلأ عنا فقرة أظن بتهم كل الناس. إحنا رح نحكي عن تربية الأطفال اللي بس تتعرف أنت عليهم الأطفال بتكتشف إن هم بيربوا بلد. الموضوع أبداً أبداً مش سهل. لا هو موضوع كمان النقاش وين ما بتقعد، يعني دائماً النقاش بيكون عم بربي صح ولا ما عم بربي صح. طب أنا بعرف كيف أربي، طلع التربية مش فطرة زي ما الواحد بعرف، طلع فيه إله تكنيكس وعلم طبعاً وصف. بعدين الصغار مش سهلين، يعني بيجوك بشخصية وإلهم اختياراتهم وإلهم مزاجهم وإلهم والأهل كمان، يعني الأهل مرات بيصير بدهم يفرضوا أشياء صحيح. زيادة، ويعني مش عارفة هو الموضوع شوي مشلبك، علشان هيك قلنا نتطرق له اليوم. شوفي احنا رح نتطرق له هلا مع اختصاصيه ارشاديه نفسيه، عشان الموضوع جانبه النفسي كمان كتير مهم. اصلا الامهات بيكونوا خايفين على نفسيه اولادهم. والشيء الثاني انه بدنا نحكي بهاي المقابله عن شو بيقولوا امثله يوميه، يعني اذا عمل هيك شو اعمل، اذا صار هيك شو اعمل. فخلينا هلا نحكي، تنضم لنا الاخصائيه الارشاديه هيلينا الصايغ. مرحبا هيلينا. اهلا مرحبا دينا، مرحبا عنود، مساء الخير. كيف حالك؟ مساء النور، يعطيك العافيه. الحمد لله وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. بتعرفي اليوم عن جد طويل لدرجه الواحد نسي انه كان بعطله اسبوع. منيح قلتي لنا صباح الخير. لا حاسه انه الدنيا ليل، بديت انعس. هيلينا، نحن عن جد موضوع تربيه الطفل من المواضيع اللي جدا 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 مهمه، وعم نسمع وين ما نقعد بيكون هذا موضوع النقاش مع اصحابنا ومع قرايبنا. فقبل ما نحكي كيف نربي الطفل، حابين نسمع منك إيش مفهوم التربية، إيش يعني تربية؟ أوكي، أنا بدي أبدأ بهدف التربية إذا بتسمحي لي يا دينا. تفضل. عشان أعتقد هذا اللي هو مش كتير مفهوم للناس. هدف التربية إنه نأمن السعادة لأولادنا وبس. بهالبساطة. بهاي البساطة إنه نعمل، نقدر نساعد بتكوين طفل سعيد. إحنا بنقدر نسعد أولادنا شوي هم صغار بالأمور البسيطة، بس نعلمهم كيف يأمنوا السعادة لنفسهم هو من أصعب الأشياء. ومن هذا المنطلق بيكون التعريف إنه نكون إحنا كأهل فرد متزن ومستقل بيكتسب مهارات الحياة لاستمرارية مجتمع صحي وفعال من جيل لجيل، من خلال إنه هو يكون إنسان سعيد ويسعد الحولي. جميل جميل جدا. طيب إذا خلينا نحكي عن الأطفال، إيش هالإحتياجات اللي عند الأطفال اللي بتخليهم يصيروا سعيدين؟ أوكي، إحنا كأهل كثير مرات بنفكر إنه إذا فكرنا بأكلهم وشربهم وصحتهم ومطاعيمهم وأعياد الميلاد وإجبنا هدايا ويناموا على الوقت ويأكلوا الأكل الصحي إنه خلص أمنا بواجبهم. وهذا بصراحة بيتطرق لجانب واحد من الإحتياجات. هلا طبعا في فئات عمريه مختلفه وكل فئه في لها احتياجات معينه، بحب بس احكي هي الفئات العمريه وعشان نحكي عن الاحتياجات. تمام. في الطفوله المبكره اللي بتكون من 0 ل 5، والطفوله المتوسطه من 6 ل 9، والمتاخره من 10 ل 12، وبعدين بيدخلوا بالمراهقه من 13 ل 18. فكل مرحله إلها احتياجات معينة، فإحنا كأهل ضروري نثقف نفسنا عشان نكون متأكدين كل مرحلة إيش متطلباتها. بس الاحتياجات بشكل عام هي محاور مختلفة، منها احتياجات بيولوجية واللي هي الأكل والشرب وصحتهم، احتياجات عقلية اللي هي من خلال الكتب والألعاب، عصبية من خلال الرياضة والموسيقى، احتياجات اجتماعية الاختلاط بالآخرين مثلا، الحسية إنه بتتطور المسارات العصبية من خلال تطوير النيورولوجيكال باثويز مثل للمس والسمع. ضروري الطفل يسمع الموسيقى، ضروري يلمس مثلا إشي خشن وإشي مالس وإشي يابس وأشياء مثل هيك. في احتياجات عاطفية، الحب، تعبير عن الغضب، التعامل مع المشاعر، واحتياجات سلوكية هي طبعا اللعب والكرة، واحتياجات أخلاقية منطورها للأطفال حسب عمره، ودينية وروحانية وهي من أهمها، واحتياجات خاصة مثل طفل بيحتاج نظارة، طفل ما ننتبه لسمعه، أو تظبيط أسنان وأشياء مشابهة. يعني المسألة معقدة. هي لا هي شاملة.
اوكي صحيح شامله. احنا بس علينا نكتب المحاور بصدق يعني نفكر شو المحاور المختلفه عشان نعرف ايش احنا اللي ناسينه ايش اللي مش منتبهين له. تمام انه بس نسيت لازم اجيب مثلا لابني هاي اللعبه او اشتري له هذا للكتاب او احكي معه عن الاخلاق. بس هي مش معقد الحقيقه، هي كتير حلوه ومن اجمل الاشياء بس شامله، ما بنقدر نفكر بس بمحور واحد. صحيح. تكون يعني تقريبا 12 محور نفكر فيهم وبسيطين جدا مزبوط، بس هو الفئه العمريه. جميل. وهي الاحتياجات من خلالها بتتكون الشخصيه، من خلالها بتتكون شخصيه متزنه. اوكي شخصيه سويه ما يعني ما فيها ثغرات، ولكن لا تتكون شخصية حقيقية بدها شوي شغل أكثر. ويعني عشان تكوين الشخصية بتخيل إنه هو الموضوع المعقد، عشان يعني هي مسؤولية بإيد الأهل إنهم يكونوا أكيد. الشخصية أكيد. فكيف عم تتكون شخصية هذا الطفل؟ شو اللي عم بيأثر عليها؟ شو اللي عم بيصير فيها؟ الأشياء اللي بتساعد على تكوين الشخصيات هي ثلاث أشياء بالحياة. واحدة منهم الجينات اللي بيورثها الطفل من الأهل والعائلة. الإشي الثاني أسلوب التربية اللي الأهل بتبعوه خلال المراحل المختلفة، من كل المراحل من 0 ل 18 مش بس بمرحلة معينة. والإشي الثالث هي البيئة والظروف المحيطة بالطفل خلال مراحل تطوره. أوكي. فالثلاثة مع بعض متعاونة، حتى نعرف إحنا آخر دراسات بتدل إنه إحنا صرنا نقدر نغير الدي إن إيه، فبطل الجينات يلعب دور كتير كبير. فممكن طفل ورتان جينات الغضب ما يطلع عنده غضب لأنه عرفنا نتعامل معه، وطفل مش ورتان جينات الغضب يطلع عصبي من ظروف الحياة وأسلوب التربية اللي اتبعناه معه. فهي توازن ما بين كل هاي العوامل الثلاثة. بالضبط، ننتبه لهم الثلاثة. طيب هل إحنا يعني هل التربية هي إشي ثابت، ولا أنا بتطلع كيف شخصية ابني وعلى أساسها بدي أتعامل معه؟ كتير حلو السؤال. أنا أعتقد إنه إحنا نبدأ بالعكس اللي هي بيحكوها start with the end in mind. شو الـ end؟ شو اللي بدي أوصله؟ شو النهاية اللي بدي أوصلها؟ طفل متوازن. طفل متوازن، فعشان يكون ابني متوازن علي أتساعده يكتسب مهارات الحياة. السعادة الحقيقة هي السعادة إني أنا أول شيء أخذ قرار إني أكون سعيد بإني أستعمل المهارات اللي عندي، الصفات اللي عندي والمهارات اللي عندي عشان أقدر أحقق السعادة وأمن السعادة لنفسي. فعلينا إحنا نعلم أولادنا من عمر من أول يعني شهرين وثلاثة وأربعة مهارات الحياة اللي بتأمن لهم السعادة. بحب أحكي شو هي لأنه هدول كتير مهمين. أكيد. وهم نقدر نعلمهم للأولاد من يعني أهم شيء نتطرق لهم أول 5 سنين، هدول أهم سنين. أول 5 سنين ندخل نحكي منطورهم بأولادنا، تاني 5 سنين أو 6 سنين منساعدهم هم يطوروها بنفسهم ويسقلوها، وبعدين بين 13 ل18 هم بدوا يستغلوها في حياتهم وإحنا بنشرف من بعيد. من هاي المهارات مثلا أخذ القرارات، إنه فممكن ابن عمره سنتين نقول له مثلا ما نعطي خيارات كتير، أو مثلا ولد صغير سنتين نحط له مثلا الحليب والمي، بدك الحليب ولا بدك المي؟ هاي بدينا نعلمه أخذ القرارات. حلو. أوكي. مش إنه نحن اللي بنعرف شو بده، لا عطوه حليب أنا بعرف ما بده يشربه. لا أنا بعرف. أوقات أكيد هو وقت الوجبة لازم يأخذ حليب، بس مش دائما إحنا نأخذ قرار. أوكي. الصبر، نعلمهم الصبر اللي بسموه delayed gratification، مش كل شيء بالدنيا إنه لا أنا بقدرش ابني يزعل. هذه كمان مفهومة غلط لأنه الحياة كتير فيها لا، الحياة بتحكي لنا لا، فإحنا إذا ما حكينا لا لأولادنا على الأشياء اللي لازم ينقلها لا طبعا بيواجهوا صعوبة، فيتعلموا الصبر. كمان مهارة حل المشاكل وهي تتطور خصوصا بالحضانة والروضة، إنه كيف يواجه مشكلة بدلا ما نقولهم بلاش جعلهم ما حكوا معك، اللي هي طبعا الجملة الغلط اللي نحكيها، نعلمهم يحلوا مشكلتهم إذا مثلا واجهوا أي شيء بالحضانة. أوكي. مثل نقول لهم ليش هذا الولد ما بيحكي معك، ايش صار، هل صار اشي بينكم، ونساعده ليحل مشكلته. الاشي الرابع من مهارات الحياة الالتزام والانضباط. مثلا اتفقنا انه يسجل كرة القدم على 4 سنين، خلاص مدام اتفقنا يسجل كرة قدم بده يلتزم كرة القدم، الا صار في شيء مثل لا سمح الله كسر ايد او صار مشكلة كبيرة مع المدرب غير هيك شو ما عمل الطفل يلتزم بهذا القرار. ومن تمنا نشجع فمنصير نقول له مثلا اوكي روح على لعبة كرة القدم، وبس تخلص بنعمل اشي مع بعض، بنروح نشتري شغلة، بنعطيه تحفيزات ايجابية. أنا بعرفش إذا عندنا وقت أنا أعطي مثل على طبعاً بالعكس الأمثلة كتير مهمة أكيد.
النقطة اللي بعدها المحادثة، هاي من أهم المهارات. فكتير غلط لما نحكي لأولادنا بدكم بوبو وماما وهدول التعبير، نحكي جمل متكاملة للطفل عمره 5 أشهر. ماما هلأ إجا وقت النوم، يلا تعال أنا يمك. فهذا من علمه يعبر عن نفسه. وإذا بكي مثلا على 2 و3 و5 دغري نحكي معه عشان يعبر مشاعره، انه واضحة انه انت ماما متضايقة عمالك تبكي، ايش اللي مضايقك؟ اذا ما جاوبوه مثلا من تعطي جملة تانية، هل هو لانه فلان عمل كذا وكذا؟ بسهل عليه جمل طويلة. اشي التاني المثابرة، انه جرب يلعب اول، يلعب اول مرة مثلا يركب سكليت، نجرب نساعدهم تاني مرة وثالث مرة. او في جيمز معينة، انا بلاحظ الاهل اذا الولد ما عرف وين يحط المربع بالمربع بروحه عشان يساعدوه بحطوا له اياه، وهذا اسوأ شيء. ما بنعلم المثابرة، علينا نتمنى نقعد جنبهم ونساعدهم يجربوا ويجربوا من بعيد لحد ما يعرفوا انه المثابرة هي اللي بتجيب نتائج. تمام، بدها طولة نفس، طولة نفس، مع نعرف انه عم نعلمهم هاي، يعني هاي المهارات هي الحياة. صح، هي أهم شيء بالحياة، لأنه هاي رح نحملها معنا كل العمر. وبعدين إنه مجرد نعرف إنه من عمر 0 ل5 عم بتعلم هاي المهارات، يعني مش إنه لبعدين، هلأ عم بتعلمها. هلأ اللي عمال للمستمعين اللي بسمعونا وما علموها لأولادهم، أكيد مش فات الأوان، نقدر نعلمها على 18، يعني مثلا على 7 وعلى 9، وإذا احتاجنا طبعا على 13 و15، وممكن حدا يعني بعمر 30 و50 يتعلمها. صحيح. بس بتصير أصعب شوي، فهي كتير سهلة بعمر الطفولة المبكرة، سهلة جدا. فبيجي الطفل بصل بيصير شاب وبيصير بالمراهقة بتلاقيه خلص متزن تمام. صحيح. بعدها التعاطف، انه يتعاطفوا مع بعض، مش مثلا اذا طفل وقع ما نصير كلنا صح انه نضحك ونمزح ويكون في متعة، ولكن بعد نحكي انه نشعر معه، نشعر مع هذا الطفل، نشعر مع الطفل الصغير اللي قاعد بشارع على الإشارة بشحت مثلا، بدل ما تسكر الشباك بوجهه ونبهدله. أوكي. صحيح، لأنه الصغار عم بلقطوا، يعني هم عم بتفرجوا شو عم بيصير وبيحفظوا. بالضبط، هم من أكبر التربية، هم بيقلدونا بكل شيء. صحيح. بعدها القناعة والرضا، يعني خصوصا بالهدايا، إحنا بنلاقي إنه إحنا يمكن من زمان كانت التربية مختلفة، إحنا يمكن ما أخذنا كل شيء بدنا إياه، كنا محظوظين إذا بنلاقي طلعة يوم خميس أو يمكن مرة بالشهر، فصرنا بدنا نعطي أولادنا كتير ودائما نجيب لهم هدايا ودائما ما بدنا يتمنوا إشي وما بدنا يروح عليهم إشي، فصرنا نعطي أكثر من ما لازم، ففقدوا القناعة. القناعة هي بصدق كنز، كنز لا يفنى، هي الحقيقة، لأنه إشي داخلي. فالقناعة إنه مثلاً ابني بده يطلب سيارة، طبعاً ماما رح أجيب لك السيارة ولكن بآخر الشهر. أو يكون ضمن برنامج واضح، بتعلموا القناعة والرضا. أو مثلاً إجاهم هدية صغيرة طابة، نلعب معهم بكل الأشكال اللي تنلعب في الطابة، مش إنه يلا شوت الطابة بعدين خلاص 3 دقايق وزهقنا. صحيح. أنا إلي صاحبات مثلاً معلمين أولادهم إنه بس ندخل على سوبر ماركت إحنا منجيب شغلة واحدة بس. ممتاز. ففعلياً لما الطفل بفوت بتطلع حواليه ما بتحسي بده من كل إشي، خلص بياخد شغلة وبيطلع. فهاي بتخيل بتنطبق هون. هاي ممتاز طبعاً تنطبق. المهارة التاسعة هي التفهم، إنه مثلاً ماما تعبانة طلبنا منها شغلة وما قدرت تجيب لنا إياها، أو ما قدرت تقوم تجيب لنا تعمل شغلة لنا أو تأخذنا بمكان أو بابا. فوقت التفاهم إنه بهاي طريقة منعلمها لأولادنا، إنه أنا بعرف إنك شاعر إنه حابب تروح هذا المكان، ولكن أنا هلأ تعبانة، فشو رأيك نروح بكرة؟ فمنعطيها دايما بهدول الـ3 خطوات، ومتمنى نعد عشان يعرفوا إنه الحياة مش متمركزة حواليهم، في أشخاص تانين في المعادلة. والحلو إنه مبنية على الريزنينج، على المنطق، يعني انه دائما عطي الطفل مش انا ما بدي لانه انا قلت هيك، انا ما بدي انا قلت هيك. هلا طبعا مش بكل إشي في نقاشات للاولاد، في اوقات لازم نحط كمان احنا حد، ولكن هاي بامور تانية بنحط فيها الحد. بس النقاشات إشي كتير مهمه. بعدها التقبل، التقبل انه نتقبل، لا نتقبل إنه في أمور ما رح نحصل عليها ونتعايش مع هذا الإشي، نتقبل إنه في عيد نروح عليه قررنا مثلا ما بنقدر نروح عليه. هذا التقبل كتير مهارة مهمة. كمان من خلال الحكي معه نشرح له الأسباب،
الحكي وكمان يشوفونا. يعني هاي نحكيها يمكن لقدام إن شاء الله يصح لنا وقت، أنا شايفة عم بطلع على الساعة الوقت عم بيروح. ما تقلق هلأ من مده شوي. أوكي ممتاز. كتير ضروري بالتربية نحن نطرق فيها كمان شوي، أنا أكون المثل الأعلى، فهم أولاً يشوفوني كيف أنا بتعامل مع كل هاي الأمور، ثانيا أعلمهم إياها وليس العكس. يعني إذا صحيح إذا الأطفال عملهم بيشوفوا أمهم مثلا مش متقبلة إشي معين هي بالبيت، كتير صعب تقنعهم هم يتقبلوا. أيوة بس هو كذلك عن جد. نقطة بعدها الـ11 اللي هي الثقة بالنفس، هاي كتير من طورة ثقة بنفسنا. أول شيء إحنا نكرر عبارات الثقة بالنفس، مثلا يجي الأب على البيت يحكي أنا فخور بنفسي إنه اليوم أنجزت هذا العمل مثلا، بس هيك جملة. وكمان الثقة بالنفس بإنه نبنيها عند أولادنا، بإنه نورجيهم وين قدراتهم ومهاراتهم، إنه أنا أنت كتير كنت رائع لأنك رسمت هاي الرسمة بهاي الطريقة، ولكن الألوان طلعتها لبرا، المرة الجاي انتبه. فإحنا عم نعلمه إنه عنده ثقة، يزيد ثقته بنفسه بهاي الناحية من شخصيته، مش ما بزيد ثقة بالنفس منه نقول له أنت رائع أنت أحلى وحدة بكل الصف، هذا ما بزيد الثقة بالنفس. أوكي. البعد هاللي نقطة كتير عن جد أنا بلاحظ صعب علينا ننتبهها، اللي هي تقدير الذات، اللي هي القيمة اللي نعطيها لنفسنا. والطفل من علمه يقدر ذاته، واحدة منهم إنه يعرف شو احتياجاته، إنه هلأ ماما أنت محتاج ترتاح، ما في ضرورة تحضر تلفزيون، هلأ اهتم بنفسك، هذا هو تقدير الذات، القيمة اللي بعطيها لنفسي بإني بهتم بنفسي. البعد الثقة بالآخرين، إنه ما نتمنى دايما شكاكين بالكل ولكن ما يكون في ثقة عمياء. والبعد هالـ14 اللي هي الرجاء، إنه دايما يكون عنده أمل إنه مضبوط ما قدرنا مثلاً نشتري هاي الشغلة، هاي السنة إن شاء الله الرب وفقنا والسنة الجاي نشتريها، فدايماً نعطيهم رجاء وأمل بالحياة. وأهم شيء طبعاً أهم شيء يمكن لازم أحكي نمبر 1 اللي هي الإيمان، من أكثر الأشياء اللي بتجيب للإنسان السعادة. صحيح. هلأ هدول كتار 15 وما أعتقد أي حدا فينا عنده إياهم كلهم، بس إذا إحنا منحطها ضمن خطتنا لما نربي ولادنا انه انا بدي اطور كذا وكذا وكذا بولادي وبجرب وانا امنت لهم 60-70% منها، بكون ابدعت اني انشئ انسان سعيد. وفي كثير اشياء مترابطه ببعض، يعني اذا عملت الاولى بتكون عم تفتح الباب للثانيه 100%، هم كلهم متداخلين. صحيح صحيح. طب السؤال هو عشان الاهل يقدروا يعطوا هاي المهارات لاهلهم لاولادهم، لازم يكون هم عندهم مهارات معينة ولا بتيجي ستاندرد خلص هاي فطرة؟ هلا هو أكيد جزء يمكن بالفطرة، لأنه إحنا فرد يعني مشترك بالمجتمع وبنحب نتعامل مع بعض، ولكن أكيد فيه هي مهارة هي الاثنين. نمبر 1 أهم شيء بمهارة الوردية معرفة النفس، أنا أعرف نفسي، أنا أفهم نفسي، أنا أفهم وين من هدول 15 مهارة أفتقر وأطور نفسي، ودايما أشتغل على تطوير نفسي، مش إني أنا قلت أنا حكيت هذا اللي بدي إياه، بده يكون في معرفة للنفس وتطوير للنفس المستمر في التربية. هذا أهم إشي في التربية. الإشي الثاني أطلع وأدرس وأشتغل على حالي وأشوف كل فئة عمرية إيش متطلباتها وأسعى لهدول المتطلبات، فيكون في خطة واضحة. مثلا أعطي فكرة، مثلا نفترض أن أحط ولادي بمدرسة، مش قررت لأنه فلان قال لي هاي المدرسة مناسبة أروح أسجل فيها، أو لأني معي مصاري بس لهاي المدرسة أسجل فيها، علي مرة تانية أبدأ من النهاية، شو نوع المدرسة، شو المدرسة اللي أنا بتمناها لأولادي، شو المهارات اللي بدي إياها، شو البيئة اللي بدي إياها، وين المنطقة اللي بحبها، أدي بقدر أدفع، بناء على هذا بقرر إيش المدرسة. نفس الشيء التربية، ببدأ من النهاية. الشيء اللي بعده في كتير مهارات مهمة، منها تقبل الطفل كما هو زي ما ولد بجيناته، بعدين من خلال البيئة اللي بأمنها من خلال أسلوب التربية أساعده يطور ذاته. وهذا باي ذا وي الجينات بتبين أول سنة. صحيح. طفل بيبكي طفل ما بيبكي كله بيبين. كمان أكون عندي قوانين واضحة، قوانين واضحة للتربية، قوانين البيت، كيف المدرسة والعمل، في قوانين، يكون في قوانين واضحة بالبيت وأنا ألتزم بهاي القوانين وأستمر بهاي القوانين، ويكون في كتير توازن بين التحفيزات الإيجابية والتحفيزات السلبية عشان الطفل يقدر يمشي لقدام ويطور من ذاته، بنفس الوقت نحط حدود وقت ما بنحتاج، وما تكون التربية مبنية على المزاج، تكون مبنية على خطة مدروسة. ولكن طبعا أنا ما بدي أحكي مثاليات، إحنا كلنا كأهل أمهات وأباء بنغلط وفي مزاجنا بدخل بالموضوع وإذا صحيح. تعبنا، بس نجرب قد ما بنقدر يكون في ثبات على أسلوب التربية. صحيح. ثبات مهم عشان
قبل فترة كنا بنناقش كمان ناس من أصدقائنا بنقول إنه بنحس أولادهم رح ينفصموا عشان نفسه الأب أو الأم اللي بيهنيه على إشي بموقف ونفس الموقف بوضع تاني ممكن يتبهدل عليه. مزبوط. بالضبط. فصرنا حاسين إنه أولادهم مش عارفين إيش يتصرفوا. أو بيقول له أنا معاقبك وزعلان منك، وبعد 30 ثانية بروح ببوسه بقول له أنت حبيبي. فبتحسي الأولاد فعليا ميزانهم اختل، يعني هو مش فاهم، أو إنه يلا هيو أنا تعودت زعل مني هلأ، ما هو برضى، هاي الزعل مش حقيقي. بالزبط. زي ما قلتي القوانين ما بتكون واضحة وصار يعني لا، الفكرة إنها ماشي على نسق واحد، وضوح ماشي على نسق واحد، عشو حيتكافئوا واضح، عشو حيخسروا الحوافز تعونهم أو البريفليجز تعونهم، يعني مثل التلفزيون والكمبيوتر والطلعة تكون واضحة إمتى بيخسروا وإمتى بيكسبوا. وذكرتوني بنقطة كتير مهمة، ضروري الأم والأب يكونوا متفقين على القوانين ومتعاودين مع بعض على القوانين. هي المشاكل بتصير لما الأولاد أذكياء جدا ومراوغين جدا وبيعرفوا يصيروا يلعبوا على الحبلين. صحيح بفهموا الوضع وببدوا يتلاعبوا يستفيدوا منه قدر الإمكان. باللي حكيتيه عنه تذكرتيني بنقطة كتير مهمة، إنه إحنا حتى بتربيتنا نعطي كتير جمل متضاربة، مثل يعني أنا ما بيعجبني إنك تروح بس إذا بدك روح. صح كتير بسمعها. صح. أنا شو اللي عم بحكي، بصير تروح وشعب الذنب أو ما تروح وإفقد اللي بدك إياه. فإحنا منضيعهم بهاي الجمل. فعن جد يعني حتى لما نحكي جملة نقدرش نحكي أوعك تقع، ما نحكي انتبه وين بتمشي. هلا أنا ما بدي أصعبها، هي مش هالقد صعبة، ولكن نكون واعيين وعدراية إنه الأمور اللي نحكيها ممكن تعمل كتير ثغرات بشخصية الطفل، خصوصا بين 6 و9 اللي هي عمالة تتطور كتير، عم تنعجن تمام الشخصية. صحيح. هلأ إحنا وعدنا الناس بأنه بدنا نحكي عن مواقف معينة وشو أجوبتها لهاي المواقف، يعني شو أعمل لما ابني يطلب مني إشي، أجبره ولا أخيره، طب ابني عصبي شو أعمل. هلأ إحنا بدنا نوعدهم إحنا وياكي، بدنا نطلب منك إن شاء الله. لا إحنا بدنا إن شاء الله هاي نعملها الحلقة الجاي إذا وقتك بسمح، بدنا نحكي طبعاً. موقف وناخد عليهم جواب. بس خلينا هلأ إحنا وإحنا بنحضر للحلقة حكيتي لنا شوية عبارات هيك في التربية كتير حلوين، خلينا نشاركهم مع مستمعينا. هي الحقيقة هاي طلتها هي بالإنجليزي وأنا يعني ترجمتها هي، ومش معروف مين كاتبها، بس هي رائعة جدا وطريقة حلوة ننهي فيها اليوم الحلقة. بتحكي مثل هيك، إنه إذا ما تربى الطفل في أجواء انتقادية أصبح قاسيا في إصدار أحكامه. جميل. وإذا تربى في أجواء عدوانية أصبح ميالا للعراك والشجار. وإذا تربى في جو من السخرية والاستهزاء يصبح خجولا. ومن الجو من العار والخجل يصبح مليالا للشعور بالذنب. إذا تربى الطفل في أجواء من الصبر يصبح لديه القدرة على التحمل، وفي أجواء تشجيعية يصبح واثقا من نفسه. أوكي. إذا تربى الطفل في أجواء من الإطراء والثناء يتعلم تقدير الآخرين، والاستقامة والأمانة تعلمه العدل. إذا تربى الطفل في أجواء آمنة يتعلم الإيمان، وإذا تربى في أجواء من الرضا يتعلم محبة وتقدير ذاته، وإذا تربى الطفل في أجواء من التقبل والصداقة يجد للمحبة مكان في حياته. جميل. جميل جدا، عن جد هو رائع، وهو حقيقة هذا واقع وتمثيل للواقع كمان. جميل. والله صحيح. جميل. صحيح. هلينا كالعادة شكرا جزيلا، والوقت بمر بدون ما نحس وانتي معنا على الهواء. حبيبتي شكرا كثير يا دينا، وشكرا لعنود، وانا اذا تسمحوا لي احكي بهنيكم على هالبرنامج اللي بيشغل بين المتعة. أنا كل ما أسمعكم بس دائما مبتسمة وبصير أضحك، فهو بيشمل بين المتعة والمرح وكمان المعلومات قيمة جدا، أنا دائما بتعلم منها وبستفيد منها. فشكرا لكم ولبرنامجكم القيم. شكرا إليك. وإن شاء الله إن شاء الله الحلقة الجاي بدنا هيك نحكي عن المواقف، خلي الأهل شوية ينفش قلبهم ويسمعوا أجوبة شو أعمل. دائما تسمع الأم شو أعمل. إن شاء الله. شكراً بإذن الله. شكرا يا هلا، تصبحوا على خير. أهلين وأنت بألف خير. هلا. هيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا، زي ما وعدناكم الأسبوع الجاي رح نكمل موضوع تربية الطفل، ومنذكركم أنه حلقتنا بتنعاد يوم الأربعاء الساعة 10:30 الصبح. تمام. وإلى اللقاء. وإذا ما خلصنا هلأ محمد شنك رح يقتلنا لأنه دخلنا على وقت الاستوديو. دخلنا على وقت الموجز. يلا إلى اللقاء.
المعرفة الصحية مهمة بحياتنا كتير، ومصدر المعلومة الصحية مهم كمان، وكلنا بنحلم بأحسن رعاية صحية ببلدنا، وبنحلم بأحسن قوانين صحية. ببرنامجنا وين الصح رح نكون منبر لكل المواضيع الصحية المحلية والعالمية ومن أكثر المصادر دقة. تابعونا على راديو البلد ببرنامجنا الصحي الاجتماعي وين الصح، كل يوم أحد من الساعة 6:30 للساعة 7:30 المساء. أنا دينا أبو لبن وزميلتي عنود الزعبي. بدنا نعرف وين الصح علشان بدنا نعيش صح.